ايه رايك بقى في محاضره النهارده؟ جميله قوي يا هشام. مش عارفه كده، انا كنت حاسه انك كنت متالق في الشرح وعمال بتبدع. عندك حق، لان انا النهارده بقى بالذات مبسوط قوي. خير؟ ما تفرحني طيب وتبسطني معاك. امبارح يا ستي فتحت بابا وماما في موضوع الخطوبه بتاعتنا، وعايز اقول لك بقى ان لقيت رد فعلهم غير ما كنت متوقع خالص. ليه؟ هو انت كنت متوقع ايه ولقيت ايه؟ وبعدين يعني هو انا في حاجه تتعيب؟ على راي ماما ده انا ست البنات. طبعا يا حبيبتي، بس انا كنت خايف يعني لحد منهم يقول لي يعني ان حكايه الخطوبه والجواز دي تعطلني عن الماجستير والدكتوراه. انا كنت فاكره يعني انهم ممكن يعترضوا علشان احنا ساكنين في حي شعبي. لا طبعا، انت اصلك لسه ما تعرفهمش يا بنتي. ابويا وامي دول ما بيتاخروش عني في اي حاجه، وبعدين ما بالك بقى وانا بختار شريكه حياتي اللي هتبقى ام عيالي. لعلمك بقى، بابا طلب مني احدد معاكي ميعاد عشان نيجي نزوركم. بجد يا هشام؟ بس انت عارف ان انا والدي متوفي ومليش اخوات، وبعدين خالي حنفي هو المسؤول عني في كل حاجه، فيعني لو حبيت تتقدم لازم تكلمه. طب وايه المشكله يا حبيبتي؟ اديني رقم تليفونه وانا احدد معاه الميعاد. انسه حنان، يا انسه حنان استني عايزاكي. اهلا، صباح الخير، ازيك يا صفي؟ صباح الفل على عيوني. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا رضا، انتي طمنيني عنك، ازيك وزي ست روحي؟ الحمد لله بخير، بتسلم عليكي. على فكره يا صفي، ان شاء الله بكره قرايه فتحتي. يا الف الف مبروك. لولا الملامه واقفين في الشارع كنت رقعت لك زغروطه. ربنا يتمم لك على خير ويسعدك. قولي امين. امين امين يا صفي. يا اختي كان نفسي اطلع زوقك بايدي، ده انا بزوق ولا اجدعها كوافير. بس هنعمل ايه بقى؟ اكمل قوي. معلش يا صفي، خليكي بعيد انت عن المشاكل، لحسن انت من ساعه ما جيتي الحته وانت في مشاكل على طول، وان شاء الله بقى تتعوض في الخطوبه، بس ادعي لي. يا اختي دعيالك من قلبي، موفقه ان شاء الله. يا حنان يا بنت الست روحيه، قولي امين. امين يا صفي امين. انا همشي بقى لحسن اتاخرت على الكليه، عايزه حاجه؟ لا خدي شويه القرقيش دول، اتسلي فيهم كده وانت رايحه الكليه، دول عمايل ايديا. بقول لك ايه، هيخلوكي مركزه ونشيطه على الاخر. بس ده كتير قوي يا صفي. يا اختي ولا كتير ولا حاجه، ما يجيش من بعد خيركم، وزعيهم على زمايلك. ماشي حبيبتي، تسلم ايدك، يلا سلام. مع السلامه، ربنا يسعدك يا رب. صافية. نعم يا معلم. انت كنت بتكلمي مين بره؟ دي الانسه حنان بنت الست روحية. بقول لك ايه، بلاش المواد الزياده مع الناس دول. لا يا معلم انت فاهم غلط، دول اساسا ما بيطقوش اللي اسمها كيداهم دي. ما انا بقول لك كده علشان الحكايه دي. قصدك ايه؟ لو كيداهم شافتك وانت بتكلميها هتفتكر انك بتتحديها وهتحطك في دماغها. ما هو انا لا مؤاخذه يا معلم، ما اقدرش اقطع صلتي بالناس دي، دول جمايلهم مغرقاني. ما قلتش تقطعي صلتك بيهم، انما يعني خفيف خفيف. حاضر، عندك حق برضه. طيب انا هعدي على المعلم بدو علشان اديله نسبته في الشغلانه دي كانت بيننا، وبعد كده هروح مطعم اكل لقمه واجيلكوا على المغرب. طب بقول لك ايه يا معلم، بدل اكل السوق اللي ما فيهوش فايده ده، خليني اطبخ لك لقمه كده نظيفه في البيت واجيب لك الاكل وانا جايه وتتغدى في المحل. ايه ده، وانت بتعرفي تطبخي؟ جر. خلاص الغدا بكره عليكي. ده انت تامرني يا معلم، ما تاخذنيش يعني، ممكن اتدخل واسالك سؤال مش من حقي يعني نساله. هاوي سالي زي ما انت عايزه، وخلاص يا صافية انت بقيتي مننا وعلينا. هو انت يعني يا معلم ليه ما بتفكرش في الجواز وسايب نفسك وحداني كده؟ ده انت الف واحدة تتمناه. الف واحدة، ربنا يكرم اصلك. ازاي يا معلم؟ ده انت المعلم عدوي الناشف على سن ورمح، الف من يتمنى يناسبك. اقولك على سر وما تجيبش سيرة لحد، انا اصلي زمان وانا صغير كده حبيت واحدة كرهتني في صنف الحريم. وهو يعني عشان واحدة طلعت أي كلام تقوم تكرهك وتسيب نفسك وحداني كده؟ لا يا معلم ما ينفعش. اه اللي حصل بقى، والزمن جري بيا وخلاص قطر الجواز عدى. قطر ايه وتر ومي ايه؟ الراجل ما يعبوش إلا جيبه. طب جرب كده وشاور بس، وانت تلاقي ألف واحدة تقولك شبك لبيك. انت شايفة كده؟ كده وأبو كده كمان. اهلا 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 يا عريس، اهلا بيك يا حبيبي. بكره الساعه 7؟ اه طبعا هستناك انت وابوك وامك.
يا سلام، 7 بالظبط عندي في البيت، تأنسوا وتنوروا. مع السلامة. هم مين دول اللي هينوروا ويأنسوا يا اخوي؟ انت ايه بالظبط؟ تتحداني ولا عايز تجيب لي القلب؟ لا حول ولا قوة الا بالله. في يا ست كيداهم؟ في انك جايب عريس بنت اختك اللي ما تسمى عندي في البيت ليه؟ في البيت ليه؟ امال عايزاني اقابل العريس وامه وابوه فين؟ في الفرن؟ وبدل ما اقدم لهم شربات اقدم لهم عيش سخن يتسدلوا فيه؟ اه حكمانه ما اخدش منك غير النقواره والترياقه. اوه ما انت تطلعي الواحد من هدومه. يا سلام، بقى كل ده عشان جبت سيره البرنسيسه اختك وبنتها؟ يا كيداهم 100 مره اقول لك دول اتنين ولايه غلابه ومسؤولين مني، عايزه العريس وامه لما يروحوا يشوفوا شقتهم والعفش المهكع اللي فيها يعملوا ايه؟ العريس يطفش. ما هو كده كده يا اخويا هيروح بيتهم ويشوفهم على حقيقتهم، ولا انت ناوي تجيبهم تعيشهم عندي في البيت؟ مش من اولها، مش من اولها يا كيداهم، لازم الاول العريس يعرف ان ليها خال مريش يقدر يجهز البيت. اه عشان يقعد ساعتها ويحط رجل على رجل ويطلب ويشرط، وده كله من ايه؟ من فلوس بناتي. لا يا حبيبي، ده بعدك انت واختك. يا كيداهم اعتبريهم زكا عنك وعن بناتك. وانت ايه؟ لا ترحمي ولا تخلي رحمه ربنا تنزل. صباح فل يا معلمة. الصباح ولا زفت على الصبح. الله، ليه كده بس يا باشا؟ الله، وحصل حاجة كفالة الشر؟ المعلم بتاعك قال ايه؟ عايز يجيب العريس بتاع بنت الحلمبوح اخته عندي في البيت. ايه؟ ايه حنان جالها عريس؟ ومالك وشك جاب مليون لون كده والريالة هتقع من بقك؟ في انت كمان على الصبح؟ لا يا معلمة مفيش حاجة. اللي زاد وغطى انه واخد شيء وشويات من عندنا هنا من المحل، فرحان ببنت اخته، الجنازه حاره والميت كلب. معلش معلش. كان ايه اللي معلش؟ ما هي بنت اخته برضه معلمه. هو ايه اللي معلش وبنت اخته؟ بقول لك ايه، انا خلقي كنز، ما فيش داعي اعمله استرتش على الصبح. انت استرتش خالص، ما يطلعش منك ولا كلمه، سامعني ولا لا؟ ماشي يا ابو البنات، ورحمه امي ما هعديها لك بالسهل. ست حنان، ازيك يا ست حنان؟ اهلا يا حليم، وازيك عامل ايه؟ نحمده، مبروك، سمعت ان قرايه فتحتك الليله. الله يبارك فيك، عقبالك. اه طيب، يلزمش مني اتوه خدمه. متشكره قوي يا حليم. لا صحيح، بس انت ما تعرفيش انت غاليه عندنا قد ايه، انت وست روحيه طبعا. ربنا يخليك، احنا شايلينك بقى للتقيله بعد اذنك. سلام يا غالي. سلام يا حليم. سلام. خسارة حليمه، البت بتروح منك وانت واقف عاجز مش عارف تعمل اي حاجة. يا موني، امينة. نعم يا ماما. تعالي يا حبيبتي. حاضر يا ماما. فين يا روحي؟ اهلا اهلا. تسلمي يا حبيب قلب ماما، وحشتيني. وانت كمان. بقول لك ايه، انا عاوزاك تخشي على الدولاب تنقي احلى فستان فيه تلبسيه النهارده، وتروحي للكوافير خلي يعمل لك موديل من الحاجات الموضه دي، عايزاكي زي القمر ليله 14 النهارده. كل ده عشان حنان جاي لها عريس؟ العريس ده مش لازم ينفد من ايدينا. ينفد من ايدينا ايه يا ماما؟ واحنا شفناه عشان ينفد وما ينفدش. ونشوفه ليه؟ ده ابوكي بيقول عليه اشعار، ده بيقول انه استاذ في الجامعه وابن ناس جامده قوي. ايوه يا ماما، يعني هنخطفه من حنان ولا هنعمل ايه؟ نخطفه ده ايه يا اختي؟ ايش جاب حنان الزرقاء المقيحه دي بنت الحلمبوح للقمر ال 14 ده؟ ده هو بس يشوفك من هنا هيجي يطلب ايدك مني ومن ابوكي. بس بقول لك ايه، امسكي ده خلي معاكي، واللي اقول لك عليه تنفذيه بالحرف الواحد، مفهوم؟ طبعا. اهلا اهلا يا امينه. اهلا يا حبيبتي. ازيك يا ام العروسه؟ ازيك انت يا حبيبه قلبي، بكره ان شاء الله اشوفك عروسه زي القمر. ميرسي يا عمته، بس انا يعني لسه ما بفكرش في الموضوع ده دلوقتي. معقوله في بنت ما بتفكرش في الجواز؟ انما قولي لي بقى، ايه الفستان الجميل والحلو قوي ده؟ اه
ما احنا لازم النهارده نشرف حنان قدام عريسها. هي فين؟ في اوضتها يا حبيبتي، ادخلي لها. ميرسي. عمتي ممكن تعملي لنا اتنين شاي من ايديك الحلوه دي؟ بس كده من عيني. يا عروسه امينه يا حبيبتي، جيتي في وقتك. مبروك يا سهنه. انا سهنه؟ ماشي يا ستي، الله يبارك فيك. عامله لي مالكيش غير في المذاكره وتاريكي معلقه المعيد بتاعك. والله انا مظلومه، ما انت عارفاني ده انا اخيب من الخيال. يا بنت تطلعي من دول، ده انت تحت السهي دواهي. المهم انا جايه النهارده عشان اوضبك وازوقك واخليكي زي القمر. يا حبيبتي طب يلا بقى تعالي نفطر. مش عارفه اللون ده ولا ده، انا رايي الشاي. يا بنات يا حبيبه قلبي، تسلم ايديكي وعينيكي ورجليكي. انا النهارده جايه لك مخصوص عشان ازوق حنان واخليها زي القمر. ربنا ما يحرمكم من بعض ابدا. وانت يا قمر يا عسل يا سكر يا جميل. لا لا لا، مش عايز حد يزوقك النهارده. لا لا لا، سيبيني في حالي انا دخل. لا 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 خلاص، انا كبرت على الحاجات دي يا بنتي. كبرت؟ كبرتي ده ايه ده، انت بتنزلي الحته بتقلبيها وبتوقفيها على رجلي. يا بنت خلاص بقى، ما تفكرنيش باللازم مصر. يلا بقى وضبوا نفسكوا عشان انا كمان اوضب نفسي. يا مي سنتا يا قمر يا متدلع. بس يا بنت ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. طب يلا بقى نشوف هنلبس لون ايه. حنان عمتو شكلها نسيت تحط سكر. ايه ده بجد فعلا؟ طب يا ستي انا هروح اجيب لك السكريه وانت بقى نقلي فستان كده على ذوق. ماشي يا ستي. ادي يا ستي السكر. عايزه بقى كام معلقه؟ لا سيبي لنا المهمه دي وروحي شوفي فساتينك، انا محتاره. روحي يا حبيبي. انا عارفه انك مش هتعرفي توصلي لحاجه. المشكله ان انا كمان محتاره مش عارفه البس ايه. طيب هحاول ابص تاني، بس امسكي اشربي الشاي ده قبل ما يفتح. اشربي كل حاجه. اشربي. مظبوط. اشربي اشربي. طب انت مش هتشربي شاي؟ شاي؟ انا اصلا ما بحبش الشاي، انا مش فاهمه مامتك عملت لي شاي ليه. حاجه غريبه قوي. يا بنتي جربي. لا ما انا مجربه. جربي انت بقى، انت حره. انت عارف يا دي هشام انا ايه اللي عاجبني فيك؟ انا اللي عاجبني فيك انك لما جيت تتجوز اخترت واحده من الاحياء الشعبيه. الاحياء دي يا ابني فيها الشهامه والاصاله والنبل. طبعا يا بابا، ولسه بقى كمان لما تشوف حنان هتعرف انا اخترتها ليه. انت عارف يا بابا حنان دي بنت قمه كده في الادب وفي الاخلاق وفي الذوق وفي الجمال كمان، غير بقى انها طموحه وذكيه، ويعني ان شاء الله كده كام يوم وتبقى معيده زي بالظبط. ما شاء الله يا حبيبي، انا فرحانه فرحانه قوي، ربنا يتمم لك بخير. انت عارف انا حبيتها من قبل بشوفها. يلا يا امي. يلا حبيبي. معقول يا بنات لسه لغايه دلوقتي ما جهزتوش؟ ده العريس واهله وصل. يا عمته ما تقلقيش، انا هلبسها واطلعها بنفسي. حضرتك بس اطلعي عشان ما تتاخريش على العريس واهله. حاضر هطلع انا عشان عيب كده. في ايه يا حنان؟ انت تعبانه ولا حاجه؟ لا لا يا ماما مفيش حاجه، انا بس دايخه شويه. بتقولك دايخه؟ لا يا حبيبتي بتقول خايفه ومتوتره عشان هتقابل العريس ده. لا بنات بقى انت فاهمه. طب وتتوتر ليه؟ الله انت مش عارفه قيمه نفسك، ده انت ست البنات كلهم. طبعا طبعا حبيبتي. لا هو في ايه؟ انا عايزه افهم. هذا يا حبيبتي هتتاخري على عريس. طب وانت استعجلوا بقى يلا. اخرب بيتك بتصحينا. لا انا مش شايفه. شوفوا جاتوه صغير قد ايه، بس طعم قوي. انست وشرفت. الله يعزك يا استاذ حنفي. وحضرتك بتشتغل في ايه بالظبط؟ يا هانم انا مدير مدرسه الفضيله الثانويه للبنات. بسم الله ما شاء الله، نفس شغلتك يا حنفي. وحضرتك ست بيت ولا بتشتغل؟ لا انا دكتوره اسوشيت بروفيسور في الجامعه. بسم الله ما شاء الله، زيك يا كيده. الله اكبر، دي كانها عيله واتقسمت نصين. اهو ده النسب اللي يشرف. صحيح ده احنا اللي اتشرفنا يا هانم. كيداهم يا اختي. مساء الخير، منورين. كل حبيبتي ما شاء الله ما شاء الله، ايه العروسه الحلوه دي؟
تعالي يا حبيبتي في حضن حماتك، اديني بوزه. ده انت قمر، ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ ده انت ذوقك في جنن، حته عروسه. مبروك يا حبيبي، ماما مبروك. ماما مش هي دي العروسه؟ عروسه ايه يا هانم؟ دي ابتسام بنتي. ربنا يخليها لك يا استاذ حنف. بسم الله ما شاء الله، انا لسه عندي بنتين كمان. امال ايه؟ بردون تعالي. امال فين العروسه يا شيخ؟ اطمني يا هانم، زمانها جاي. بس انا خايفه. خايفه من ايه يا هانم؟ ربنا يستر بقى، اصلها بتجي لها حالات كده. حالات؟ حالات ايه يا هشام دي؟ انا مش عارف. حالات ايه يا مدام كده؟ لا حالات، لا انا قصدي حالا جايه يعني. يا بتكنسل عليا ليه؟ مش عارفه يا بابا. ايوه امينه، ما طلعتوش ليه لحد دلوقتي؟ يا بابا عمته روحيه طالعه لك على السلم حالا. خلاص خلاص اهم جم. سلام. اتأخرت ليه؟ ما اتأخرتش ولا حاجة. فين حنان؟ طلع ورايا. بتتجوع البنت. والله نورتوا المنطقة كلها. الله يا أهلا وسهلا يا أهلا. نورتونا وأنستونا. إزيك يا هشام يا ابني؟ إزيك يا طنط؟ الحمد لله. إيه والدتي الدكتورة سهام الأنصاري. هي أهلا وسهلا. يا أهلا. ده أنتِ نورتينا وأنستينا. أهلا وسهلا. حضرتك ده والدي. أستاذ رؤوف شريف مدير مدرسة الفضيلة. نورت حضرتك. من غير بوش. نورت حضرتك يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الحقيقة يا مدام روحية هشام ابني مالوش سيرة غير الأنسة حنان وأخلاقها وأدبها وأصلها. ربنا يخليك، أنا بنتي ربتها كويس الحمد لله من ساعة أبوها ما توفى، أنا كنت لها الأب والأم، يعني ما عملتش أي حاجة في الدنيا غير إني ربتها كويس وخليتها ست البنات كلهم، بس البركة بقى في أخويا حنف. إلهي ربنا يخليه ويفتحه عليك ويكرمك. حاضر. ده هو اللي ليا في الدنيا يا رب. إلهي يا رب يخليه ليا يا رب ولا يحوجنيش لحاجة. العروسه وصلت. العروسه. مبروك يا حبيبتي. الف مبروك يا حبيبتي. الف مبروك. قمر دي برضو مش العروسه. ايوه ايوه دي امينه بنتي. وليلي فين حنان؟ العروسه. العروسه جايه بنتي جايه. العروسه. مين دي؟ مين دي؟ حبيبتك يا هشام. ايه تفتني ولا ايه؟ وحش مالك يا حنان؟ في ايه؟ مالي ما انا مية مية. ايه رأيك؟ مية مية. ايه ده؟ انا قلتلك ما صدقتنيش. دي حاجة ما شفتهاش قبل كده. ايه المنظر ده؟ مالك؟ ممكن افهم مالك؟ انت جارلك ايه؟ مالي بس يا ماما مالي؟ ما انا اهو انا اهو جميلة اهو وفرحانة فرحانة. انت مبسوطة وفرحانة وانا عايزة الطم على وجهك. قولي لي مالك فيك ايه؟ الله مين الموز الحلو ده؟ يا ولد يا بنتي يا ولد. يلا في ايه؟ اجري يا الله. الله 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 يا بنت عالي يا بنت مش كده يا بنت يا استاذ قلت لك انزل خليني كده احسن. انت يا بنت اديها كام حبايه؟ هي حبايه واحده زي ما قلت لي. خلاص انزل انت وانا هطلع. اتفضل. انا عمري ما شفت حنان في الحاله دي. ده كلية كلها بتحلف بأخلاقها. لا دي حاجة ما يتسكتش عليها أبدا، دي لازم تتعالج. انتوا لازم تشوفوا حالة المناخورية اللي بتجيلها دي. ايه الكلام الفارغ ده؟ مش أنا قلت لحضرتك بصدقتنيش؟ قولي لي يا مدام كيداهم بناتك الأمارات الحلوين دول مخطوبين؟ لا يا حبيبتي بيجيلهم عرسان كتير قوي، بس بناتي مش بيوافقوا على أي حد. يبقى احنا لازم يكون لنا لقاء تاني إن شاء الله. إن شاء الله هنلتقي إن شاء الله. طب تسمحي لي آخد موبايلك؟ قوي يا حبيبتي اتفضلي، عندي كتير تاني. لا أنا قصدي النمرة. حاضر هبعتها لك في مسج. دكتورة اتفضلي قدام. سلام. اتفضلي اتفضلي. أمرات شايف البنات الحلوة انت اتعاملت في عينيك دي فرصة. قمر يلا يا دكتور. ماما مش وقته. مشي. لا حول ولا قوة الا بالله. لا يا هشام لا يا ابني، انت
انت النهارده هزيت ثقتي فيك جامد جدا جدا. بقى دي البنت اللي عايز تتجوزها؟ انت ايه؟ عايز تفضحنا انا وامك؟ يا بابا يا بابا انا باكد لك ان حنان دي حاجه تانية خالص غير اللي انتوا شفتوها النهارده يا جماعه. اكيد في حاجه غلط. ده انيل يا استاذ، عايز مراتك ام ولادك تبقى مدمنه مخدرات، انت هتجنني؟ يا ام مدمنه مخدرات ايه بس؟ يا ماما بقول لك في لبس في الموضوع. بقول لك ايه؟ بلا لبس بلا بتاع، احنا شفنا بعينينا محدش قال لنا. يلا يا استاذ اتفضل سوق. بعدين حد يسيب بنات كيداهم الحلوين الامارات دول ياخد بنت زي دي؟ يا امي بنات كيداهم مين؟ هو انا كنت شفتهم قبل كده؟ انا هتجنن على اللي حصل ده. البنت دي ايه اللي درمغها وهبلها كده؟ تكون شربت حاجه؟ ما طول عمري بقول لك الحلمبوح اختك ما بتعرفش تربي بنات، تربيه البنات تسيبها لواحده زي انا كيداهم، مش يمكن حد يا اخويا سأهل زبت اللي شربته ده في الجامعه؟ فشر قطع لسان اللي يقول كلمه زي كده على بنتي. ده انا بنتي متربيه احسن تربيه ومتعلمه احلى علام. ده ملعوب من ملاعيبك انت يا كيداهم، وبعتي بنتك عشان تعمله، ها؟ وانا اقول يا ربي يا ربي ايه الحنيه اللي نزلت على قلبك فجاه دي؟ وبنتك دخلت عليا عمته، انا اللي هزوق العروسه يا عمته، عمته هخليها لك زي القمر يا عمته. خليت لي البت زي القرده وشعرها احمر، الهي تولعه في نار جهنم. سقيتوها ايه؟